ورحب بي الأستاذ علي ربيج المحلل السياسي والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، التحق بي عبر الهاتف مباشرة. ورحب بيك معنا، مساء الخير. مساء الخير سيدة. أولا سأناقش معك مذكرة رسمية لبيان شديد اللهجة للخارجية الجزائرية واستدعاء لسفير الجزائر بباريس، أي قراءة لكم لهذه الخطوات؟ أعتقد أن القراءة الأولية التي يمكن أننا نخرج بها بعد صدور هذا البيان وهذه المذكرة وهذه المصطلحات والكلمات التي تم اختيارها بعناية والتي تعبر عن غضب وانتعاض الجزائر من هذا السلوك وهذا التجاوز الخطير في حق الجزائر وفي حق سيادتها، والأكثر من ذلك هو اختراق للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية التي ربما اليوم إذا أردنا أن نصنف ما حدث هو مسألة تهريب وخلينا نقول اختطاف لرعية جزائرية مطلوبة للعدالة الجزائرية. ولهذا أتوقع أنه ردة فعل السياسة الخارجية الجزائرية وحتى استدعاء السفير هذه كلها رسائل أولية. أنا أقول أنه موقف الجزائر الأخير لم يتبلور بعد، الآن هي ردة فعل طبيعية متعارف بها يتم التعامل بها للتعبير عن الطرف الثاني وعن الدولة التي هي معنية بهذا السلوك الغير أخلاقي بأن هنالك غضب لدى الجزائر وهنالك رفض واستهجان هذه الطريقة الغير مسؤولة والغير أخلاقية والتي تمس وتضر كما جاء في المذكرة وفي البيان أن هذا الذي حدث سيضر بطبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كنا نتوقع بأننا سنمضي إلى مرحلة جديدة وإلى آفاق جديدة، خاصة وأن رئيس الجمهورية وبيان رئاسة الجمهورية كان حدد في وقت سابق تاريخ في شهر ماي زيارة رئيس الجمهورية، وكذلك جاءت هذه العملية التي ربما الآن ستكون لها ارتدادات قوية ليس فقط في الجزائر ولكن في فرنسا وفي الأحزاب السياسية، والرأي العام الفرنسي اليوم أكيد هو سيكون مسؤول أمام هذه الحركة الغير قانونية والغير غير أخلاقية وغير دبلوماسية من قبل الحكومة الفرنسية. ولهذا أنا هذا الذي حدث وردة الفعل هي طبيعية ومتوقعة، وأتوقع أنه الجزائر الآن في حالة انتظار وترقب الطرف الفرنسي كيف يمكن له، لأنه حسب معلوماتي لحد الساعة لم يصدر ولا بيان ولا موقف رسمي مما حدث. يبدو أن الأطراف والمؤسسات الفرنسية في حالة ارتباك واليد مرتعشة، وهم أدركوا بأن الخطأ وما تم ارتكابه خطير جدا يمس بثقة الدولتين. طيب قبل أن نمر لنقطة أخرى سنبقى ونتوقف لقراءة بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج التي في بيان رسمي أو مذكرة رسمية، مذكرة احتجاج رسمية خليني نقول سيد علي ربيج، استعملت مصطلحات شديدة اللهجة نريد قراءة فيها أول بأول. لما نتحدث عن مسؤولين فرنسيين في أسلاك متنوعة متورطة في تهريب رعية، أسلاك دبلوماسية، أمنيين وقنصليين متورطين، وتطالب من القنصلية الفرنسية تفسير في هذا الإطار، ماذا أو أي شرح لكم ماذا تعني مذكرة احتجاج رسمية من هيئة ثقيلة كوزارة خارجية لدولة بأكملها؟ هذا يعني أن الوضع وطبيعة ومعه شيء كبير وارتداداته قوية، لأنه لما نتكلم ويتكلم البيان وزارة الخارجية والمذكرة تستعمل أشد العبارات والمصطلحات وأنها توجه أصابع الاتهام بشكل واضح إلى أطراف رسمية سياسية ودبلوماسية وأمنية تآمرت هي كلها من أجل إخراج وتهريب هذه الرعية. إذن البيان والمذكرة لم تصدر إلا بعد أن ثبت للمؤسسات الأمنية ولوزارة الخارجية الجزائرية أنه في أطراف دبلوماسية أمنية سياسية فرنسية هي شاركت بشكل مباشر في عملية تهريب واختطاف هذه الرعية بمحض إرادتها. أنا لما أقول اختطاف بمعنى من الناحية الدولية من ناحية القوانين، أنك تختطف أو تهرب أو تساعد في إخراج رعية وهو مطلوب أصلا للعدالة، إذن أنت مشترك في هذه العملية. إذن
اليوم لم تعد القضية قضية تصريح أو قضية وسيلة إعلامية هنا وهناك تريد أن تبتز أو أنها تريد أن تشوش على هذه العلاقات الجزائرية الفرنسية. اليوم مؤسسات أمنية، مؤسسات حكومية شاركت بالتنسيق جد وعالي بينها من أجل تنفيذ هذه العملية، ولهذا هذه المذكرة وهذا البيان ومواقف أخرى. لماذا قلت لك أن اليوم هي فقط بداية؟ بداية لأن اليوم الطرف الجزائري يترقب الموقف وردت وما سيحدث داخل فرنسا الرسمية والحكومة الفرنسية. ولهذا أنا اليوم أكيد هذه النبرة، نبرة الغضب ونبرة الرفض هي مستمدة كذلك من ما يحدث اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه الخارجية الجزائرية وحتى الرئيس هو ينطق ويقوم بردة فعل من خلال جس نبض المجتمع الجزائري والشعب الجزائري الذي بأسره ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي استهجن ورفض مثل هكذا تصرفات التي تسيء. نؤكد فقط على الاستدعاء بحد ذاته ثم نعود كذلك لهذه النقطة أريد الأبحاث فيها. الاستدعاء هو الثاني للسفير، وهو شكل طبعا من أشكال الاحتجاج في الأعرافية الدبلوماسية بعد استدعاء سفير الجزائر لدى باريس سعيد موسي في أكتوبر 2021 على خلفية تصريحات ماكرون السابقة. طبعا هذا الاحتجاج سيكون له ما بعده، خصوصا في ظل الشروط التي وضعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق لعودة العلاقات الطبيعية مع فرنسا، وعلى رأسها احترام سيادة الجزائر واستقلالها. وهذا الاحترام وهذا المبدأ وهذه المقاربة التي أراد الرئيس أن يضعها كنقطة ارتكاز في علاقته مع فرنسا لم تحترم، وكأن الطرف الفرنسي يقول سنستمر في عدم احترام مؤسسات الدولة الجزائرية، سنستمر في عدم احترام الإرادة السياسية التي ارتسمت بأفق هذه العلاقات، سنستمر في إهانة مؤسسات، وسنستمر في دعم بعض الأطراف التي يوصف أو يصفها البعض بأنها معارضة وهي غير ليست بمعارضة، هي أطراف عميلة تعمل مع المخابرات والمؤسسات الأمنية الفرنسية والجهات أخرى. لهذا أنا قلت لك اليوم هذه العلاقات بعد هذه الحادثة سيكون لها أثر وارتدادات قوية حتى على المستوى السياسي، حتى على مستوى قرار رئيس الجمهورية. هل اليوم الرئيس سيمضي في زيارته إلى فرنسا في شهر ماي، أم أنه سينتظر رد فعل وتصريحات وتبريرات والشرح من قبل الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون نفسه؟ وأنا أتوقع أن سيكون في مكالمة هاتفية من طرف الرئيس الفرنسي، الذي أنا قلت في مداخلة أخرى وفي سابقة، هل الرئيس ماكرون هو من أعطى الموافقة لتنفيذ هذه العملية؟ وهو بهذا فقد طعن الجزائر في الظهر وطعن حتى ثقة الرئيس وإرادة الرئيس. بما أنك طرحت هذه النقطة أو كيف أو ماذا تريد باريس من هذه الخطوة، أنا أطرح لك سؤال من زاوية أخرى، كيف ستعمق الخطوة المستفزة والمنتهكة للسيادة الوطنية حسب بيان الخارجية الجزائرية من متاعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار الجزائر شهر أوت الماضي محاولا من خلال تصريحاته إعادة العلاقات إلى طبيعتها، لكن لتعود الأمور لنقطة الصفر. وهذا الذي النقطة، هذه النقطة اللي كنت حاب نوصل لها، وهو السيناريو الثاني. هل نفذت هذه العملية بعيدا وعدم علم الرئيس ماكرون بها؟ وهنا ستكون الطامة الكبرى، بمعنى أن الرئيس الآن هو نفسه رئيس فرنسا يعاني من تجاذبات ومن حرب أجنحة داخل الحكومة الفرنسية، أنه فيه مؤسسات، فيه أطراف، فيه أشخاص، فيه جهات في فرنسا تريد لهذه العلاقات الجزائرية الفرنسية أن تستمر في التأزم وفي توتر، لأنها تخدمها بشكل ما أو بآخر. ولهذا أنا قلت لك الآن طرف الجزائر في حالة تريث، في حالة مراقبة، في حالة انتظار تقديم شروحات. أكيد استدعاء السفير الجزائري من فرنسا هذه في الأعراف الدبلوماسية، عندما تصل الدول إلى استدعاء السفير فنقول بأن المرحلة وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، وأن الذي حدث يهدد طبيعة واستمرار هذه العلاقات بين الدولتين. ولهذا أنا قلت اليوم أن البيان وأن السياسة الخارجية الجزائرية وأن الطرف الجزائري سيترقب موقف رسمي من
الداخل فرنسا ومن الحكومة الفرنسية. هل هذا عمل تم بعلم الحكومة ومباركة الرئيس ماكرون؟ وهنا سيتبلور لدى الطرف الجزائري الصورة الحقيقية والموقف الحقيقي الذي بناء عليه سنبني مستقبل هذه العلاقات. وإذا فيه حقائق أخرى هنا سيكون الموقف مختلف تماما. ولكن أنا شخصيا مستبعد أن يكون الرئيس ماكرون على لم يعلم بما حدث، لأنه أمر مثل هذا أكيد المسؤول الأول في القصر الإنجليزي هو اللي يعطي الإشارة، هو اللي يعطي الموافقة لتنفيذ العملية. والسؤال الثالث، ما الذي تحمله هذه السيدة من أسرار ومن ملفات ومن مستندات حتى يتم تنفيذ هذه العملية المعقدة وهذه العملية التي انتهكت فيها سيادة الجزائر وانتهكت فيه دولة أخرى وهي تونس التي وقعت تحت الضغط اللوبي الفرنسي، والذي أعتقد وحسب رأيي أن إقالة الرئيس قيس سعيد لوزير خارجية تونس يبدو أنه فيه نوع من العلاقة مع ما حدث من عملية تهريب هذه العميلة للمخابرات الفرنسية والحكومة. سأبقى معك في هذه النقطة، لكن كذلك في إطار قراءة وتحليل ما بين الأسطر في هذه الحادثة، إذا برأيك هل هناك جهات معروفة أو غير معروفة تعمل على عرقلة خطوات التقارب التي تعكف عليها السلطات الجزائرية الفرنسية منذ فترة في حديث عن زيارة دولة شهر ماي المقبل في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ صحيح، وعشية عودة رئيس الأركان سعيد شنقريحة من زيارة إلى فرنسا، وين كان ربما واحدة من المواضيع التي فتحت هو زيارة والتهيئة لزيارة رئيس الجمهورية ومواضيع أخرى. إذن هذا كله أنا قلت أنه يخلينا نتساءل، هل اليوم في إرادة سياسية داخل أو جناح داخل فرنسا يضغط نحو استمرار حالة التأزم وحالة التوتر والخلافات الجزائرية الفرنسية؟ والسؤال لماذا؟ هل هذه الأطراف عندها مصالح في فرنسا وفي الجزائر تريد أن تستمر؟ هل اليوم، وهذا هو السؤال الجوهري، من هذه الجهات وتعمل لصالح من؟ هل اليوم ما يحدث في الجزائر من إعادة ترتانة القوانين، فتح المجال للاستثمار الأجنبي خارج الدائرة الفرنسية، استدعاء شركاء آخرين، ربما فرنسا اليوم مصالحها أصبحت مهددة؟ وأكثر من ذلك أن فرنسا الرسمية لم تعد تستطيع أن تملي قراراتها وتملي توجيهاتها للمسؤولين الجزائريين. اليوم فيه مؤسسات منتخبة في الجزائر، فيه رئيس منتخب، فيه برلمان منتخب، فيه إعلام حر ينتقد ويتكلم وينقل وينور الرأي العام الجزائري. ولكن في المقابل أنا السؤال الذي طرحته كذلك، ما هي مسؤولية الأحزاب السياسية اليوم في فرنسا والطبقة السياسية والإعلام الفرنسي والرأي العام الفرنسي والشعب الفرنسي؟ هل يدرك حجم خطورة الوضع اليوم في العلاقات الجزائرية الفرنسية التي سيكون لها انعكاسات على ما يقارب 1200 شركة فرنسية الآن مستثمر في الجزائر، ومستقبل هذه العلاقات في الناحية الاقتصادية في الناحية الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، مستقبل هذه المنطقة كلها؟ نتكلم على المتوسط، نتكلم على منطقة المغرب العربي. فرنسا تدرك أهمية ومكانة ومحورية الجزائر. هل ستكون لنا الثقة في المستقبل للتعامل مع حكومة تطعن في الظهر، لا تحترم مبادئ القانون الدولي، الأعراف الدبلوماسية، تتدخل بعنجهية من خلال مؤسساتها الأمنية المهترئة؟ أقول المهترئة لأن فرنسا نفذت في شوارعها وفي عاصمة باريس الكثير من العمليات الإرهابية، وإن فشلت هذه المؤسسات الأمنية عن تحمي المواطن الفرنسي، ولكن بجبن وبطريقة للأسف الشديد ساقطة تقوم بتهريب متابعة قضائية ومطلوبة للقضاء الجزائري. ولهذا أنا قلت اليوم حتى نحن في البرلمان، حتى في المجلس الشعبي الوطني اليوم كنواب ندين نحن هذا العمل بشدة وبقوة، ولكن سنصطف إلى جانب الحكومة الجزائرية وسنصطف إلى جانب السيد رئيس الجمهورية في أي قرار تتخذه الحكومة الجزائرية
لأنه سيكون قرار انتصارا للسيادة الجزائرية. طبعا البيان يعتبر خطوة أولى، والقرار سيكون طبعا في اللاحق. القرار أو الطريقة التي تعاملت بها السلطات الفرنسية مع ناظراتها الجزائرية، هل تعتبرون الطريقة الفرنسية براغماتية بحتة في الملفات الاقتصادية وفقط في الوقت الذي يسعى فيه الطرف الآخر الجزائر لإعادة ملفات لا تقل أهمية عن سابقتها للواجهة وإعادة بلورتها للعمل الجزائري الفرنسي المشترك؟ أتحدث هنا عن ملفات سياسية وملفات ذاكرة. يا سيدتي، هذه ليست بطريقة وليست بأسلوب وليست بالمقاربة البراغماتية، هذه طريقة ومقاربة انتحارية. هذا الارتماء في المجهول، هذا وضع مستقبل هذه العلاقات بين دولتين مهمتين في المتوسط شمالا وجنوبا، الجزائر وفرنسا، على كف عفريت، بمعنى أن كل الاحتمالات الآن واردة. نعم. وحتى أننا ضيعنا، نحن كنا ندفع كسياسيين كأساتذة كمراقبين، أننا أردنا أننا لا نقطع الصفحة ولكن نطوي الصفحة، على اعتبار أن اليوم تبلورت في الأفق إرادة سياسية من قبل رئيس ماكرون ومن قبل سيد رئيس الجمهورية للذهاب نحو إصلاح ما يمكن إصلاحه، على الرغم من أنه فيه ملفات معقدة. لكن حتى بالنسبة لردود أفعال ربما من سيد علي البيج، بالنسبة لردود أفعال والصحافة الفرنسية، حسب مراقبين ومحللين أكدوا أن الصحافة الفرنسية تناولت الموضوع بشكل لم تعطيه الحجم التي تناولته الجزائر في بياناتها الرسمية. حتى بالنسبة لصحيفة لوفيغارو تحدثت على إجلاء الرعاية الفرنسية كأنها عملية تدخل واجبة أو إجلاء لمواطنة فرنسية عالقة ولا غير، يعني لم تعطيه الحجم اللازم برأيك. عادي، لأنه حتى الإعلام الفرنسي وجزء من الإعلام الفرنسي هو شريك. في أكثر من مرة شفنا كيف يتم تحريض هذه الأبواق الناعقة في الإعلام، ما يسمى بالإعلام الفرنسي الحر والذي ينادي إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان. وخلي نذكرك ونذكر مشاهديكم ما يسمى بالماروكو جيت أو ماروك جيت أو المغرب جيت، أنه كيف أنه نواب في البرلمان الأوروبي يتم رشوتهم وتقديم رشاوي لهم لتعبير عن مواقف لإدانة طرف أو طرف آخر. مسألة الإعلام الفرنسي أنا شخصيا لست متفائل ولست مستعد حتى لقراءة ما يقوله هؤلاء، لأننا شفناهم كيف أن هذه المواقع وهذه المنابر الإعلامية ما هي إلا أداة ناعمة في يد هذه الحكومات التي للأسف الشديد تتجاوز القوانين، تضرب بعرض الحائط الأعراف الدبلوماسية وتزيد منابر وأقلام تدافع عليها وتبرد لها. الأكثر من ذلك أنها ستبرد لها هذا العمل على اعتبار أنها رعية. كنت أقصد سيد علي البيج أن بيان ومذكرة احتجاج من طرف هيئة رسمية أتحدث عن وزارة الخارجية لدولة ذات سيادة وطنية، وأتحدث عن بيان لرئاسة جمهورية الدولة تتحدث عن المساس بسيادة أو بسيادة الوطنية لدولتها، يعني كل هذه البيانات شديدة اللهجة ومذكرات الاحتجاج الرسمية واستدعاء لسفير الجزائر باريس، كلها مرت حسب مراقبين مرور الكرام على الصحافة الفرنسية وتناولت الخبر كخبر في سطرين أن فرنسا لم تعمل إلا الواجب بإجلاء رعية فرنسية متواجدة بتراب غير ترابها. أنا شخصيا أتوقع هذا الأمر، وربما أتوقع حتى ردة فعل حتى من الأحزاب السياسية تساند وتدعم الموقف الفرنسي. كنت أقصد أن هذا ما ينذر أنه ما راحش يكون ربما ردة فعل رسمية من طرف فرنسا، وهذا ما يستدعي الولوج لخطوة أخرى من طرف الجزائر. ولكن هذا هم مسؤولين عن مواقفهم عن ما يتخذونه من قرارات. أنا اللي يهمني هو الطرف الجزائري، أنا اللي يهمني هو الحكومة الجزائرية، أنا اللي يهمني أنني نكون في موقع قوة وأرد الصاع صاعين، وأن الحكومة الجزائرية والرئيس راح يأخذ وقت، لكن القرار والرد سيكون في مستوى تطلعات وجس نبض الشارع الجزائري. طيب شكرا سيد علي ربيج. نعم أنا أستمع عليك. أشكرك جزيل الشكر، كنت معي عبر الهاتف مباشرة في تحليلك ونقاشك، انتهى الوقت. أشكرك شكرا. سيد علي ربيج المحلل السياسي والنائب بالمجلس الشعبي الوطني
البرلمان بغرفته السفلى. كنت معي عبر الهاتف مباشرة. متابعينا، ملف نقاشنا الرئيسي متواصل في الظهيرة الإخبارية بعد هذا الفاصل، ابقوا على شروق نيوز. أهلا بكم من جديد، تتابعون الظهيرة الإخبارية من استوديوهاتنا المركزية. ودعوني أرحب بضيفي الكريم الذي التحق بي اللحظة، الأستاذ الأزهر ماروك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. أهلا بك معنا، مساء الخير سيد الأزهر ماروك. أهلا وسهلا بك أختي، معذرة على التأخر وشكر لك على الدعوة، وتحياتي لك ولكل مشاهدي قناة شروق نيوز. مرحبا بك دائما في استوديوهاتنا الشروق الإخبارية. إذا دعني فقط أبدأ معك في نقطة التي أنهيت بها النقاش مع سيد علي ربيج المحلل السياسي، فقط للمرة الثانية منذ وصوله لسدة الحكم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدعو سفير الجزائر بباريس ليتشاور. الأولى كانت بسبب تصريحات مستفزة لرئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون، والثانية بسبب هيئات رسمية ومسؤولين فرنسيين تورطوا في تهريب رعاية جزائرية متواجدة بأراض شقيقة بتونس. إذن الآن قراءة شاملة لمذكرة رسمية أو مذكرة احتجاج سطرتها وزارة الخارجية الجزائرية ببيان شديد اللهجة جسد في استدعاء سفير الجزائر بباريس. تفضل سيد الأزهر ماروك. هي في الحقيقة اليوم يعني فرنسا بلد فيه مؤسسات طيب. رسمية وفيه لوبيات تشتغل لمصالحها حتى على حساب مصالح فرنسا، مصالح الدولة الفرنسية ومصالح الشعب الفرنسي. وهذه اللوبيات الآن اخترقت المؤسسات الدولة الفرنسية وأصبحت تعمل لحسابها تحت غطاء المؤسسات الرسمية. وللأسف الشديد من بين هذه اللوبيات هناك لوبي قوي مؤثر وفاعل، وعلينا نعترف بذلك، يعمل كل ما في وسعه وما في جهده وما يملك إمكانيات من أجل عرقلة العلاقات الجزائرية الفرنسية حتى لا تصل إلى مستوى شراكة مميزة لكل دول العالم. فبالتالي الآن نحن لاحظنا في الفترة الأخيرة فيه اتصال بين رئيسي الدولة، فيه برمجة الزيارة، فيه زيارات متبادلة، فيه تعاون في كافة المجالات وبشكل غير مسبوق منذ الاستقلال، بشكل غير مسبوق فيه شراكة يعني متجددة في تعاون أمني سياسي استراتيجي. ويعني أعتقد العلاقات كان ستذهب إلى تحقيق مصالح مشتركة بعيدة المدى. كنا نفكر في مستقبل واعد لهذه العلاقات، يأتي هذا اللوبي الذي يتحين الفرص ويتحين الأوقات ويفتعل الأزمة حتى هكذا يعكر تطور المسار الطبيعي لهذه العلاقات. فأعتقد أن الآن الجزائر أو صانع القرار الجزائري هو الآن يخوض معركة مع هذا اللوبي المتخفي داخل المؤسسات الفرنسية الذي يسعى إلى يعني عرقلة تطور العلاقات الفرنسية، وكذلك يسعى إلى تحجيم دور الجزائر، وكذلك يسعى إلى استصغار من قيمة الجزائر كدولة على الساحة الدولية. ويسعى هذا اللوبي أيضا إلى التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. ثم كذلك أنا لا أستبعد حتى أن هذا اللوبي ربما سينخرط في مخططات خطيرة من شأنها زعزعة استقرار البلد. فبالتالي نحن أعتقد أن بيانين، بيان من الخارجية، بيان من رئاسة الجمهورية، إدانة شديدة القوة، سحب السفير، تعتبر رسالة قوية في وقتها ولمن يهمه الأمر ولصانع القرار في فرنسا، استدعاء السفير الجزائري في فرنسا، ثم إدانة يعني قوية من البيان الخارجية، ثم بيان الرئاسة. معناها أن المؤسسات الدولة الجزائرية تحركت بقوة وقالت بحرف الواحد أن هذا اللوبي لن يحقق مساعيه ولن يستطيع أن يوقف مسار العلاقات الفرنسية. وستنتصر شراكة بين البلدين على هذا اللوبي المتخفي الذي يسعى إلى إعادة إنتاج صورة الجزائر المحتلة المستعمرة التي نتعامل معها كبلد من درجة السابعة، ونتدخل ونسحب الرعاية ونفعل ما نشاء فيها. وهذا كان الشرط الأساسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية لمجراها. أنت تؤكد فرضية أنه في جهات تعمل على عرقلة خطوات التقارب التي تعكف طبعا عليها السلطات الجزائرية الفرنسية منذ فترة. أتحدث عن زيارة دولة من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوت المنصرم، إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية التي زارت الجزائر وحطت الرحال رفقة وفد الوزاري هام، وأثمرت على طبعا اتفاقيات ولجنة
مشاركة في عديدة المجالات، اتفاقيات تعاملت عليها الجزائر طبعا بالندية في هذا الإطار. بهذه الخطوة التي أدانتها الجزائر بشدة، برأيك إلى أي مدى تكون فرنسا قد غامرت بمصالحها مع الجزائر الاقتصادية؟ أنا أعتقد الآن أن الطرف الجزائري يتعامل بأدوات دبلوماسية محنكة، وعلينا إدارة هذه الأزمة بذكاء ويقظة بالنظر للوضع الدولي الخطير المضطرب في حرب في أوكرانيا، اللي هي حرب إعادة إنتاج نظام دولي، في تحالفات، في اصطفاف غربي الآن دول غربية مصطفة من أجل زعزعة العالم كامل، استخدام الحرب في أوكرانيا كمبرر لضرب الاقتصاد العالمي، لضرب القيم، لضرب حقوق الإنسان. الآن الغرب في حال توحش وفي حال هيجان، والآن الغرب يتقهقر، وهذا التقهقر الاقتصادي والحاضر الغرب يريد أن يشيع الفوضى في العالم، ويريد أن يخرب العالم حتى لا تصعد قوى أخرى التي تنافسه بقوة على مراكز القرار في العالم. فأعتقد الغرب الآن في حالة من حالة الهيجان والاضطراب، فهو يعني الآن يستخدم الحرب ويستخدم العقوبات، يستخدم الحملات الإعلامية للتشويه، التدخل في الشؤون الدولية، ضربوا بالسيادة عرض الحائط، لا يحترمون الاتفاقية الدولية، لا يحترمون الأمم المتحدة. الآن الغرب نحن نتعامل الآن مع وحش كاسر يريد أن يلتهم العالم، فبالتالي علينا كدولة أن نتعامل بحذر بذكاء، ندير هذه الأزمة بطريقة أن نبين لصنع القرار دولة جزائرية قوية آمنة مستقرة في تعدي على سيادتنا، في تعدي على يعني القوانين اتفاقية جنيف، مفروض مصالح الدبلوماسية تحترم سيادة الدول، في ضرب القانون الدولي عرض الحائط، في تعدي على مبادئ الأمم المتحدة. علينا كطرف جزائري متضرر من هذه السلوكات الصبيانية من لوبي خفي قذر يعمل دائما على يعني شن حملة على الجزائر وتشويه صورة الجزائر، وعرقلت دور الجزائر في المنطقة، ثم حتى عرقلت العلاقات الفرنسية الجزائر الفرنسية، وإلحاق الضرر بفرنسا كدولة وكشعب. فبالتالي أنا أعتقد أن الطرف الجزائري عليه أن يتعامل مع هذه الأزمة بحكمة وذكاء، ونستطيع أن نديرها بطريقة أننا نحقق مدى مصالحنا، أن مثل هذه السلوكات لا تتكرر، وعلينا أيضا أن يعني نقنع صانع القرار الفرنسي أن بمثل هذه السلوكات المصالح الفرنسية تتضرر في الجزائر، كذلك الجزائر لديها أوراق كثيرة تستطيع أن تؤثر بها على دوائر صنع القرار. الجزائر دولة محورية ذات وزن ومكانة ورؤية ومصالح، وبالتالي طبعا يعني الجزائر لن نريد أن نخسر علاقتنا مع فرنسا بهذه الأزمة، ندير هذه الأزمة بطريقة أننا نحافظ على مصالحنا اللي هي بعيدة. سأبقى معك في نقطة أن الجزائر بسيادتها لا تسمح بكل هذه التجاوزات في هذا الإطار. الجزائر لم تغض بصرها كما سبق وأشرت على الحادثة، وقد كان بإمكانها ذلك سيد الزهر ماروك، بذريعة بأن مسرح الحادثة كان خارج الحدود الجزائرية، لم يكن بالجزائر، ولكنها تمسكت بحق الرد وعدم السكوت عن أي يعني تجاوز يمس بالسيادة الوطنية. أين كان مكان وقوعه؟ يعني دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن يتجندون هكذا بسلوك تاع عصابة جريمة، مجموعة جريمة منظمة أو منظمة تهريب الغير الشرعي بطريقة السلوك، يعني هذا السلوك يعني أولا يشوه صورة فرنسا كدولة ذات وزن ومكانة في 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 أوروبا، يعني في مش معقول مثل هذه السلوكات والتصرفات من سلك دبلوماسي، يعني في 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 أعراف، نعم، في تقاليد، في اتفاقيات، في مبادئ. فبالتالي أعتقد الآن قلت لك هذا اللوبي في البداية في مقدمتي أشرت إلى اللوبيات التي اخترقت الأجهزة الفرنسية وتعمل من أجل تحقيق مكاسب ضيقة ومحدودة. فبالتالي معك أبعد من ذلك سيد الزهر ماروك في هذه النقطة، خلينا نهضروا بلغة مباشرة حتى المتابع الكريم عبر الشروق الإخبارية يفهم ربما الخطوة الجريئة التي قامت بها فرنسا والتي أدنتها الجزائر ببيان شديد اللهجة. بما أن الجزائر اختارت عدم السكوت والرد بطريقتها وباستعمال أدواتها بحكمة الدبلوماسية كما ورزانة دبلوماسية، نعم، باستعمال أدواتها الدبلوماسية ما دام الأمر يخص رعية جزائرية حتى وإن كان خارج الحدود الجزائرية. هل برأيك تهريب الرعية الجزائرية خارج الحدود الجزائرية بالذات بالأراضي الفرنسية هل هو تمهيد لاستغلالها في وقت لاحق كما استغل طبعا غيرها ضد مصالح الجزائر؟ يعني هي كل قراءات واردة، كل قراءات واردة، وبالتالي يعني نحن علينا أن نفهم أن الجزائر يعني كبلد حينما بدأنا الآن نسير في خطوات التنمية وتحقيق الكثير من المكاسب على الساحة العربية والدولية في منطقة البحر المتوسط مع العالم الإسلامي
الآن أصبحنا دولة ركن ركين في تحقيق الأمن الإقليمي والأمن في إفريقيا والمتوسط. يعني هناك دول تريد أن توظف الجزائر في استراتيجياتها، تريد هذه الدول أن تكون الجزائر ليس طرف فاعل ومؤثر، لا، تكون تابع. الجزائر تكون تابع لهذه الدول ضمن استراتيجية أمنية وسياسية. أما إذا كانت الجزائر تقاوم هذه التبعية ولا ترغب أن تكون طرف تابع، دولة تابعة في هذه الاستراتيجيات، الأجندات الدولية التي لها مصالح لا تتماشى مع مصالح الجزائر على المدى البعيد، فبالتالي تأتي هذه الأزمات من أجل الضغط على الجزائر، استخدام أوراق الضغط على الجزائر، استخدام كل أساليب سياسية الأمنية الإعلامية من أجل الضغط على الجزائر حتى تقبل الجزائر وترضخ لشروط هذه القوى، منها يعني فرنسا. فبالتالي أنا أعتقد أن كل احتمالات واردة، وأنا لا أستبعد أن يتم استخدام أدوات للضغط على الجزائر، لأن استقلالية القرار السيادي الجزائري في السياسة الخارجية، في التنمية المحلية، في سعي الجزائر تتحول الى قطب اقتصادي، هذا يزعج كثير بعض اللوبيات في اوروبا وفي فرنسا بالاخص، لان خصوصا مع تبيع الجزائر لشراكتها الاستراتيجيه والانفتاح الاخير التي تبديها الجزائر مع عواصم غير بعيده على باريس. تطلب من اوروبا الاموال وتطلب منها التكنولوجيا والتعاون، ما يعاونوك ولا يعطوك اموال ولا يعطوك تكنولوجيا، ويمنون عليك انك ليس من حق دير علاقات مع روسيا، ليس من حق دير علاقات مع الصين، ليس من حق دير علاقات، فتصبح انت تحت الضغوطات. هذا يعني شيء غير مقبول ومرفوض، مرفوض تماما. ثم حتى أن يعني تدخل فيها معهم في شراكة، أحيانا شراكة محدودة، يعني شراكة أحيانا 90% من هذه الشراكة راهي في صالحهم هم وليس في صالحنا احنا. فبالتالي لكن الآن مع اعتبار رئيس الجمهورية حكم من يريد الاستثمار بالجزائر، فهناك قانون استثمار تنطوي عليه كل هذه الشراكات الاستراتيجية الجزائرية، وصحيح أنه في امتيازات تمنح للمستثمرين الجزائريين، لكن كلهم تحت قانون الاستثمار في إطار تعامل الجزائر بالندية، مبدأ رابح رابح. شوفي احنا الآن دخلنا في مرحلة، الجزائر في مرحلة القرن 21 هذا العقد الثالث، نعم، دخلنا في مرحلة تنويع علاقاتنا مع كل أقطاب العالم، علاقات أمنية، علاقات اقتصادية، علاقات سياسية. يعني احنا ما درناش علاقات مع دولة ضد دولة، يستحيل على الإطلاق. ما فيش علاقات مع الصين ضد أمريكا، درنا علاقات مع روسيا ضد الغرب، أبدا. احنا علاقاتنا مع الصين وروسيا ومع بروكسل الاتحاد الأوروبي ومع فرنسا وألمانيا، العواصم الصانعة للقرار الدولي وواشنطن، كلها علاقات متوازنة وفي تفاهم، وفي حتى وفود كلهم قدموا إلينا وفود جاءت لزيارة الجزائر، تفاهم رؤية الجزائر، تنويع علاقات الجزائر، استراتيجية تنويع علاقتنا الدولية. فبالتالي يعني أحيانا فيه لوبيات تنزعج من هذا التنويع ولا ترغب أن ترى الجزائر تمتلك يعني علاقات قوية مع عواصم مؤثرة في صنع القرار الدولي، لأن كلما نجحت الجزائر في إقامة علاقات قوية مع هذه العواصم الصانعة للقرار كلما أصبحت الجزائر قوة مؤثرة، والجزائر قوة مؤثرة، حبة من حبة وكريهة من كريه، يهربون من يهربون، يهربون من يهربون. هل تهريب رعية هل راح يزعزع يعني دول؟ مستحيل أبدا على الإطلاق، ولكنه يعني يكشف على نوايا ويكشف على مخططات تريد بعض اللوبيات، لا أقول يعني كل الهيئات الرسمية، لا أقول لوبيات نافذة في التي اخترقت المؤسسة الفرنسية وتعبث قد يزعجها التقارب الفرنسي الجزائرية الفرنسية، وتعبث بمصالح الدولة الفرنسية، وتعبث بالمصالح المشتركة. كيف احنا عندنا استراتيجية شراكة جديدة وقعنا عليها قبل أشهر ومشينا في اتفاقيات، وبعد يأتي هذا اللوبي الخفي ويلعب من أجل زعزعة استقرار بلد اللي هو بلد محوري وبلد يعني لديه علاقات ومتميزة. علاقاتنا الفرنسية الجزائرية علاقات مستقرة، أحيانا تأتينا أزمات ونمر بتوتر لكن لا بأس، لكن نحن الآن علينا صنع قرار في الجزائر ألا يسمح لهذه الأزمة أن تبلغ مستوى تؤثر على مصالحنا المشتركة مع فرنسا على المدى البعيد، ونحاول أن نفكك هذه الأزمة بطريقة تعود بفائدة علينا، ومن قضاء وقدرنا كجزائر أننا نسارع هذا اللوبي. طيب هذا اللوبي سنسارع، سيبقى دائما في صراع معنا، وسترين في المستقبل عشرات من الأزمات، ولكن 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 الطرف الجزائري دائما يكون قوي في الرد، الحكمة، اليقظة، الدبلوماسية، احترام القانون الدولي، ودائما نفكك هذه الألغام، وهكذا نستطيع أن نعبر هذا الحقل الملغ من قبل هذا اللوبي القذر المندس في المؤسسات الفرنسية، ونستطيع أن نخلق شراكة
جزائرية فرنسية جديدة قوية، وهكذا نستطيع أن نقضي على تأثير هذا اللوبي داخل الإدارة الفرنسية. لنمر لشق آخر أو زاوية أخرى من نقاشنا لما نتحدث عن ردود أفعال الصحافة الفرنسية في تناولها للموضوع صباحة اليوم. حسب مراقبين وأخصائيين فالصحافة الفرنسية وعلى رأسها مثلا موقع لو فيغارو الذي تحدث عن الموضوع حتى وإن كان فيه بيان رسمي شديد اللهجة من دولة ذات سيادة الجزائر، تناول الموضوع من طرف الصحافة الفرنسية وكأنهم أعادوا مواطنة فرنسية في أراض غير أراضيها لا غير، ما ينذر حسب مراقبين إلى عدم رد فعل رسمي تتقبله الجزائر. وهل برأيك ستمر الجزائر لخطوة أخرى قد تكون أكبر؟ شوف، الصحافة الفرنسية لديها صورة نمطية على الجزائر، وكثيرا ما تروج لأكاذيب والصورة السلبية للوضع في الجزائر، وقلما تجد صحافة فرنسية تتمتع بالمهنية والمصداقية بخصوص الجزائر. لاحظنا هذه في كثير من التقارير الإعلامية، في كثير من الكتابات الإعلامية، لاحظنا أن صحافة مسكونة بماضي استعماري ما زالت تنظر الجزائر كبلد يعني يصعب عليهم يعني إدراك استقلال بلد، يصعب عليهم إدراك الجزائر بلد مستقل ذو سيادة يعني. فبالتالي علينا، لكن يجب دائما أن نقرأ ما يكتب في الإعلام الفرنسي بموضوعية، نقرأ بموضوعية، وأن ما يكتب في الصحافة الفرنسية وأيضا يعبر عن جهات ما، تبعث برسائل إلى الرأي العام الداخلي ورسائل الرأي العام الخارجي وإلى نحن لنا كجزائر. فبالتالي أنا أعتقد أن الجزائر ستعمل بكل ما في وسعها، بكل ما تملك من أدوات، ستحافظ على الشراكة الجديدة هذه، سنحافظ على هذه العلاقات، نحافظ عليها، ولكن سنرد بطريقة ذكية بحكمة ورزانة ودبلوماسية ودينا كثير الأوراق. ثم أن الطرف المخطئ هو فرنسا. لكن في حديث عن تصعيد مرتقب من طرف الجزائر إن لم تكن فيه ردود أفعال تناسب طبعا الجزائر. نحن نملك الأوراق، اتخذنا قرار بإصلاح السفير، بيان جديد اللهجة، هذا خطوة، سنرى رد الفعل، وهكذا سندير الأزمة بالطريقة التي تحمي مصالحنا. وهنا أقول إن كان ما فيش ربما رد الفعل، ولكن دائما عيننا على حماية الشراكة، لأن هذه الأزمات وهذه التصريحات كل الهدف انتحى إفشال هذه الشراكة وإعطاء وزن الجزائر، الدور الجزائر إعطاه لأطراف أخرى، وتصبح الجزائر كنقطة أخيرة في زهر ماروك. إن كان فيه أو ما فيش رد رسمي من طرف السلطات الفرنسية في ربما خلينا نقول الأيام القليلة القادمة يناسب طبعا الجزائر حسب بيانها، برأيك هل في تصعيد مرتقب من طرف الطرف الجزائري؟ بطبيعة الحال لا، يعني الآن السلوك هذا سلوك يعني خطير وغريب ويتنافع مع الأعراف الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. أعتقد أننا الآن وصلنا إلى مرحلة بعض اللوبيات أصبحت تعبث بالسيادة، تعبث بالأمن، تعبث بدولة، بمصالح دولة، يعني حتى أننا يعني وصلنا إلى مرحلة أننا نقول هذه الأطراف ربما تعمل على مخططات خفية، يعني نقول لك نتعامل بحذر وذاك، ولكن نتعامل أيضا بيقظة، أننا نكون على استعداد لأننا نعيش في عالم مضطرب. في البداية قلت لك الغرب الآن في حالة من توحش، يستخدم العقوبات، الحروب الإعلامية، يعني شيء يفوق العقل الخيال، ولم تشهد له العلاقات الدولية مثيل. فبالتالي نحن الآن لدينا كل أوراقنا ونصعد، كل مكان وقف رسمي فرنسي يكون موقف رسمي جزائري، ولدينا كل أدوات، لدينا تحكم وإدارة هذه الأزمة بالطريقة التي نبلغ بها صنع القرار الفرنسي، كفى من هذه السلوكات الصبيانية. إذا أردتم نجاح الشراكة الجديدة عليكم احترام سيادة البلد، احترام أمن البلد، وإذا أردتم مصالحكم تحمى في الجزائر، تضمن مصالحكم في الجزائر، عليكم احترام الجزائر كبلد تسعون إلى تحقيق مصالح كبيرة فيها. الطاقة هي محور مهم في الشراكة طبعا، خصوصا في ظل الشروط التي وضعها رئيس الجمهورية. المساس باستقرار الجزائر سيكون قنبلة تنفجر في وجه الغرب، وستزعزع ليس فقط الأمن الإقليمي، وستزعزع إقليم البحر الأبيض المتوسط كله. المساس بأمن الجزائر سيكون قنبلة في وجه الغرب، ولهذه اللوبيات اللي تتلاعب بالمساس بالسيادة والأمن القومي الجزائري ستكون هي الخاسر الأكبر. فبالتالي أعتقد أن هذه الأزمة سيتم يعني حلها بطريقة رزانة وحكمة، وما يعزز بمكانة الجزائر،
ثم أن الطرف المخطئ هو فرنسا وعليها أن تصحح خطأها. الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبأدواتها الدبلوماسية ربما هو سياستها واضحة. رئيس عبد المجيد تبون كان قد وضع في وقت سابق شروط لعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية لمجراها في إطار طبعا عقد العديد من الاتفاقيات على رأسها احترام السيادة الوطنية لدولة بأكملها واحترام استقلالها، وكان هذا الأمر واضح. أي طبعا خرق لهذا الشرط سيعيد للواجهة مراجعة العلاقات الجزائرية الفرنسية. بهذا أشكرك سيد يبقى نقطة فقط سمح لي الضيفة في 30 ثانية تفضل. وهي الآن أن الأوان أن الدولة الجزائرية بكل أجهزتها، الأجهزة الأمنية والسياسية، كل ما نملك من قوة، أن نرمي بكل قوتنا في الداخل الفرنسي وخلق لوبي جزائري قوي. كما هناك لوبيات، هناك لوبي فرنسا بلد اللوبيات، فيه لوبيات منتشرة وتدخل في وتصنع قرارات. أنا مستعد نسميك عشرات لوبيات في الإدارة الفرنسية. أين هو اللوبي الجزائري؟ أين هو اللوبي تحب تخلط الداخل في الداخل الجزائري؟ حتى اللوبي تاعي يتحرك في الداخل الفرنسي. إذن إحنا يبدو لي أن تأخرنا كثيرا. عندنا جالية قوية، عندنا جالية كبيرة، عندنا مصالح كبيرة جدا. علينا الآن خلق لوبي جزائري داخل فرنسا. هذا اللوبي إذا كانت فرنسا تسير من أجل الأمن والاستقرار والمصالح، هذا اللوبي يخدم من أجل ذلك. إذا كانت فرنسا تريد زعزعة استقرار البلد، فنحن أيضا لدينا أدوات داخل فرنسا نستطيع أن نحرك بها الأوضاع. طبعا هذا كنا إذا مشينا في طريق أنه فيه جهات تريد عرقلة خطوات التقارب التي تعكف عليها السلطات الجزائرية الفرنسية في إطار الأشواط المهمة التي قطعتها في الآونة الأخيرة لصالح الدولتين. شكرا لك جزيل الشكر سيد الزهر ماروك الأستاذ العلوم السياسية، كنت ضيفي في بلاتو الظاهرة الأخبارية. متابعينا الأكارم، الموعد والإخباري متواصل في الموعد الإخباري الاقتصادي بعد هذا الفاصل. ابقوا على شروق نيوز.